صباح الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم بتكلم عن مراجعه توزيع سباركي لينكس. طبعا بتويتر اليوم قلت اللي بيعرفه هذا بس ما حد عرفه، اوكي، فحطيت يعني تحدي بسيط بس ما حد عرفه. بني بويلكم، انا غشيت شوي، حاولت اطلع هذه بسرعه عشان ما حد يمسكها. على كل الساعه الحين 8 دقائق توقيت السعوديه، الى الان ما حد قال سباركي لينكس، اوكي، خلاص راح السباق، انتهت الذي. سباركي لينكس عباره عن توزيعه جميلة، اوكي، لها عدة اصدارات، لها بالاصح لعدة واجهات، اوكي. اخترت تحديدا انلايتمنت اللي هي E19 الحين طبعا، اوكي. في اكثر من واجهة راح نمر عليهم ان شاء الله بعدين، ولكن اللي يهمك تعرفه بالاصدار تحديدا هو انك اذا كنت شخص تحب ديبيان او ما بني على ديبيان مثل البرامج يستخدم ابت يعني، اوكي، لان اغلب الناس ممكن تعود على ابت او تعود على ديبيان على كل حال، لكنك موضوع ديبيان مسبب لك قلق انه غالبا ديبيان ويزي يكون فيها برامج قديمة، صح؟ اوكي، اللي مستقره. سباركي لينكس مبني على ديبيان جيسي، اوكي، اللي هي التوزيعه الاختباريه، اوكي. انصحك ممكن تستخدم جيسي مباشره، ولكن جيسي ما راح تكون مخصصه لك مثل ما هذه مخصصه. التوزيعه هذه عباره عن رولينج ريليز، اوكي، يعني متدحرجه حسب المكتوب موقع، فهي متدحرجه مع الاختبارات اللي تنزل، اوكي. طبعا حظ الجن عشان اقول لكم ايش بقول. ايه، زي ما قلت لكم التوزيع فيها اصدارات كثيره. من الاصدارات اللافته للانتباه ايضا في اصدار اسمه جيم اوفر، اوكي، حق العاب نبي نمر عليه ان شاء الله بعدين، ولكن خلونا نشوف موجود بالاصدار هذه ونفصل صو واحده واحده. طيب، اوكي، نقول بسم الله. طبعا توزيعة انلايتمنت ما فيها زر يمين، اوكي، او الواجهة انلايتمنت كلها زر يسار، اوكي، مقوله الضغطه وجهي راح والراح وجهي صديق، اوكي، زين. فخلنا نثبت خشيتي هنا، ممتاز. فانت عشان تفتح القائمه هذه اضغط بالزر اليسار. طبعا في بعض التطبيقات اللي جت زي ما تقول ستاندرد جدا، عرض صور، اوكي، محرر نصوص، فيه لوش ذا اليمنتري تيست، ما ادري ايش قصته هذا، جرافيكس، برامج عرض صور والى اخره، انترنت. استغربت انه حاطين ايس ويزل، بالعاده بالاصدارات هذه يحطون ميدوري او يحطون اي متصفح خفيف، اوكي. سيستم حاطين لك بعض الاشياء الجميله جدا هنا لاداره النظام. اهم شيء عندك تيرمينال، عندك اللي هو سنابتك، هذا سنابتك. طيب، في ايضا عندنا نافيجيشن هنا، ممكن تتصفح النظام عندك، ديسكتوب، الدوكيومنتس والى اخره بسرعه من هنا. ديسكتوب طبعا فيفوريت روت، الفيفوريت مش وضعه بنشوفه بعد شوي، الروت طبعا اللي هو النظام عندك. زين زين، ران ايفري ثينج، هذا وش ران ايفري ثينج؟ اوكي، هذا ممكن تبحث على اسم تطبيق من هنا، صح؟ اوكي اوكي اوكي، جميل جدا. طيب، انا حسب ران ايفري ثينج يعني يشغل كل شيء. طيب، تيك سكرين شوت، باخذ صوره ديسكتوب، ممكن تحط، اوه جميل جدا. الجادجتس مثل الويدجتس طبعا اللي حطها على سطح المكتب، اوكي اوكي. فانت ممكن تحط بعض الاشياء هنا مثل مكسر، شلون احطه؟ طيب، عاد اوكي. والله زمان على الواجهه ذي. طيب، جميل. فانت ممكن تحط بعض الاشياء اللي هنا، ستارت مثلا، هذا هو طريقه شفتها برامج ولا؟ اوكي اوكي، وبعدين من هنا ستارت. طيب، حلو، ممتاز ممتاز. في اشياء كثيره يعني مثل عندك الساعه، وناسه وش الساعه الكلب ذي، والله هي صغيره. هاي، اوكي اوكي اوكي. عموما احنا نعرف انه هنا في ويدجت، راح ادفانس من هنا في اشياء، اوكي اوكي. ممكن اروح من هنا واضغط على ريموف وامسحه، اوكي، ريموف ريموف. طيب، طبعا في هنا واحده من الشتوب تاك هنا، هذا ما ادري هذه ما هي جاجت ولا وش تصير. لوك حلو جميل، ممكن اعدل الشكل. طيب، اوكي، بلين. طيب، هذا بالنسبه لي اللي هو ديسكتوب. طبعا في فيرتشوال اللي هنا اسطح المكتب، كم واحد عندك؟ جمدوا فينا اربعه، اوكي. طبعا هذا الحركه احنا اخذناها من ويندوز 10 ترى، ها، ويندوز 10 سرقنا منه فكره اسطح المكتب ترى. لا مو بس ويندوز، حتى ماك احنا سرقناها من ماك، هذه موجوده من زمان، يشغلونها بها نزل ويندوز 10 وقد يشغلونها. طيب، ديسكتوب، في عندنا الويندوز اللي هو كلين اب ومسح وخرابيط. هنا عندك اللي هو تزبيط الموضوع فعلا، اللي هو واجهه اللايت بت راح نتكلم عنه الحين، مو من هنا، هنا بالسيتنجز، اوكي، السيتنج بانل، اوكي. في هنا اشياء كثير خاصه بالتعديل، خلهم بسرعه يشوف وش في شيء ثاني هنا سيستم، اوكي. طيب، هنا ممكن تضبط اللي هو النظام عندك او شكل الواجهه عندك، فممكن تروح الوول بيبر هنا تغير الخلفيه. طيب طيب، بيكتر في صور ثانيه غير ذي ولا؟ طيب، ما في، كنت راح اجيب نت ومدري شو، ما احب كذا، انا احب الواحد يتعب شوي يحط
يحط قش كثير. طيب هذا الثيمات ما تغير شيء، هذا حق جي تي كي. جي تي كي جي تي كي مثل المتصفح ايس ويزل. اوكي ايس ويزل جي تي كي من راح. طبعا في تحت شريط ترى هنا، معليش انسحبنا عليه شوي، بنشوف شو الحين. اوكي على كل هذه الجي تي كي. طيب اللي هي برامج مثل ايس ويزل قلت لكم، ما راح ايس ويزل هذا هو. اوكي فانت ممكن تعدل شكله اي برنامج جي تي كي طبعا، مو بشرط ايس ويزل لحاله. بيب هنشوف يتعدل مباشره من هنا، ولازم افتحه ونسكره. ابلاي لازم افتحه ونسكره. اوكي شوف شكله تغير، طلع كلب. طيب خلنا نرجع لهذه. في عندنا اللي هو الثيم، اعتقد هذا هو الخاص بش اسمه اري. اوكي سيستم ديفولت. اوكي ابلاي بيطلع شاشه سوداء الحين. رهيب الشكل ذا، ممتاز ممتاز. طيب اوه يا شيخ، طبعا في ثيمات كثيره ترى بالواجهه هذه، فانت ممكن تحملهم من النت. وين رحنا احنا تو؟ كنا بالسيتنجز، سيتنج بانل هنا. اوه جميل. طيب بس طبعا هذا مو واضح بالشرح، فراح ارجع اللي كان قبل شوي هذا عشان يكون واضح الخط. جميل سيتنج بانل، بعدين راح نروح على كالز. اوكي ايش عندنا هنا؟ اوكي الوان فونتس خطوط بوردرز. اوكي هذه طرات النوافذ، جميل جدا. اوكي حلو جميل. اوكي فانتاستيك فانتاستيك. طيب سكيلينج كومبوزر، هذا اللي هو شو اسمه، ظل مظل وكلام فارغ ما نبيه. زين فانت ممكن تحط فليب، ما يعني هذا الكلام. وش يقول ذا؟ مشكلة الواحد اللي مستعجل ما يقرا. يقول لك دو نوت فيد باك لايت انيبل فاست، يعني حط سريع. طيب اوكي طيب انا بجرب شلون. اوكي في نافذه هنا، وش قصته يا طويل العمر؟ هونا خلنا على هالوضعيه. هذا التبديل ما بين النوافذ صار everything. طيب وذي فليب، ما ادري وش صاير انا صراحه، ما اشوف شيء. طيب والله منيو، تروح للادفانس من هنا، شكل الدعوه كذا، بعدين تروح للافكتس، بعدين والله السالفه طويله. طيب هونا ما نبي شيء، خلنا على الوضعيه. كل شيء له شيء، يعني تروح بيسك من هنا، تروح للافكتس ديسيبل ما ادري وش، وتقعد تشتغل على كل. نسكر هذه ابس، التطبيقات اللي عندك موجوده. اوكي سكرين ليدات للشاشه، اوكي زي ما انت شايف بلينكينج والى اخره. انبوت اللي هي الكيبورد الفاره واي شيء له علاقه بالانبوت طبعا. اوكي الويندوز وشو هذا؟ اوكي تعديل عدد النوافذ لا اقل ولا اكثر. منيوز هنا ممكن تعدل اللي هي المنيو الاساسيه صح؟ اوكي يا طيب. وفي عندنا طبعا اخر شيء هنا اللي هو اللغات. اوكي طبعا هي تدعم اللغه العربيه بالمناسبه. لانجوج سيتنجز نضغط عليه من هنا ونضيف اعتقد لانجوج من هنا، من خلال التثبيت وانت بتثبت حط اللغه العربيه عشان يطلع لك من هنا، او ممكن ثبته عن طريق اللي هو السنابتك. طيب يهمنا اللي هو كيف نقدر نزين اللغه العربيه بالكيبورد. لو نزلنا تحت هنا بنشوف علم دوله جميل هنا كلبه. سيتنجز نروح نضيف على اد هنا، وبعدين نختار العربيه عشان اقدر اكتب عربي، بعدين نروح الاوبشنز ونختار طريقه التبديل للغه. ممكن تحط كنترول شيفت، ممكن تحط الت كابس، ممكن تحط اي شيء. الاحظ مثلا ليفت شيفت. اوكي الحين ليفت شيفت راح تبدل. اوكي صار عربي موجود هنا طبعا تحت اللي هي الاعدادات، بسرعه ممكن تدخلها من هنا. اوكي طبعا لاحظ انه صارت المؤثرات اسرع من قبل. الصوت موجود عندك هنا، الحراره. اوكي هنا البطاريه، هذا وش هذا؟ هذا الترمينولوجي الطرفيه، بسميه ترمينولوجي وناسه. هنا سيستم ابجريد، ممكن تسوي ابجريد من هنا طبعا، لان شو اسمه توزيعه غير مستقره. اوكي غير مستقره بمفهوم ديبيان، يعني تحديثات كثيره راح تجيك. فطبعا هنا راح تجيك تحديثات يعني ممكن يوميا تنزل تحديثات. خلينا نشوف كيف ينزل تحديث الحين. هذا مطين ملفات. اوكي اي اوي اوكي لاحظ انه نزل تحديث. طيب الى هنا انتهت مراجعتنا هذا اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في درس قادم. اتمنى انكم استفدتم من هذه التوزيعه خفيفه جميله جدا، ترى ما في اي برامج انتم شايفين، مجرد انه تكون توزيعه سريعه ومبنيه على ديبيان اللي هي التجريبيه. هذا يعني اخر برامج راح تنزل لك اول باول. هل اجربه او ما اجربه؟ متردد يعني؟ اذا كان عندك توزيعه مرضيتك
اوكي توزيعتك والله يعني او ممكن جهاز قديم او ممكن انت تعب الاداء السريع ممكن تجرب هذه لان اداء سريع وايضا واجهه جميله ما بسيء شكله. نشوفك ان شاء الله درس قادم ومع السلامه.